هناك ورد عندنا في شريعتنا أن هناك رب الرجل حاضر للفتنة لكنه كاره لها فلا يحشر معه، ورب الرجل بعيد عن الفتنة لكنه محب لها فيحشر معه. وده مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النبي عليه السلام نهانا زي ما في حديث الحكم، ما هو عندنا واحد خليفة كان أموي اسمه مروان بن الحكم. الحكم ده هو النبي عليه السلام كان ماشي في المدينة وكان له مشية معينة، كأنه من ينحدر من هكذا يمشي كده، وكان يتعب من حوله في مشيته دي لأنه كان مسرع. فالحكم بيقلد النبي من وراه، لأنه أنا في الجزء الأول أنت سألتني عن التقليد، أنه في الأطفال اللي بيقلدوا في الشوارع بيقلدوا. فبيقلد النبي عليه السلام، فالتفت إليه ووجد أنه في هذا النوع من أنواع السخرية والاستهانة، أساسها الاستهانة، فلعنه وطرده من المدينة، فلم يدخل حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. ثم جاء أبو بكر فتوسل إليه بالدخول المدينة فأبى، فجاء عمر فتوسل إليه بدخول المدينة فأبى، فجاء عثمان وساق عليه أمة لا إله إلا الله فقبل توبته وأدخله.